الإعلام هو من أجل تحريك الضفة الفنية في هذه البلاد، لأن الأكثرية من الفنانين الكبار أو الرواد كيف كنسميهم، الناس خدموا هذه البلاد من عهد بداية الاستقلال إلى يومنا هذا، كيخدموا وفي الأيام أو في السنوات الأخيرة أصبحوا عاطلين، الأكثرية فيهم مرضوا دخلوا المستشفيات، واللي مات مات، واللي بقي عايش راه كيعيش على كيف كيقولوا هوائيا من دون يعني تعاضد من طرف الدولة، يعني أن الدولة خصها تعاون هاد الفنانين اللي هما أصبحوا عاجزين على الأداء، واللي هما في استطاعتهم أنهم يشغلوا خصهم يشغلوا، ما خصهمش يبقوا دائما مربعين يديهم وكيشوفوا. لهذا كان هذا اللقاء جد 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 مفيد بالنسبة للمسؤولين في وزارة الثقافة والإعلام، ولا بالنسبة للناس الرواد. إذن السيد الوزير كان متفاهم لجميع المشاكل اللي كنعيشوها، واللي كنتمنوا على الله أنها تحل في أقرب الأوقات، لأن زمن الحياة قصير جدا، وممكن الإنسان بين ليلة وضحاها يختفي، ولهذا بغينا الاختفاء ديالنا يكون كيف قلت الأخ سعيد الناصري، خص يكون غرانديوز، يعني يكون كبير ويكون جميل جدا، حتى إلى مشينا خصنا الشباب اللي هما تابعيننا يشدوا لارولاف الخلف ديالنا، يعودوا يؤديوا الواجب ولكن بإخلاص كيف كنا حنايا من زمان كنخلصوا، ما كنفكروش في الماديات قبل، ما كنفكروا في الجودة والأعمال الجادة اللي غادي تقدم للجماهير المغربية. إيوا الوعود ما نقدروش نقولوا شنو غادي يكون، ولكن كاين خير إن شاء الله، خير إن شاء الله اللي الكلمات ديال السيد الوزير طمنا وفرحنا بصراحة، يعني كنتمنوا أن السيد الوزير هذه الخطوات اللي دار من الرباط حتى للدار البيضاء أنه ما تكونش غير في صالحنا حنا، تكون في صالح جميع الرواد اللي في المغرب، يعني سواء في الشمال أو في الجنوب أو في الصحراء أو في أي مكان يكون عندهم واحد المردودية، وربنا كريم إن شاء الله. السيد الوزير بهذه الزياره هذه حقيقه هذا كيبين الاهتمام اللي كيوليه للفنانين، خاصه الفنانين اللي ضروا هذه الايامات الاخيره. الحمد لله وسمعنا منه كلام مطمئن على مولاي عبد الله العمراني، الله يشافيه، على بوجمعه وجوده، والله يشافيه، الله يشافي الجميع، الله يشافي الجميع.
وحنا هذه الحاجه اللي كتاثر فينا. هم المسؤولين على الاقل غير يسولوا عليك، غير يسولوا عليك فقط، هذا الشيء كاين. ايوا الحمد لله دازت غير بزاف الناس كيلوموا لي، كيقول لك وحنا ما خبرنا شيء، ما درتيها لا في الجورنال لا في الواتساب. لا انا ما تنبغيش ندير هذا الشيء هذا، وكل واحد عنده همو تزيدو تهمي انا يعني ما بشي شكل كتجيني انا بشي شكل بحال هكا. المهم كل شيء داز بخير الحمد لله. حنا الان كنسترجعوا الصحه ديالنا الى خير. لطيف هلال والسي عبد العظيم الشناوي والصعري، هادو ناس اللي بناوا الثقافه في المغرب وخدموا ودبروا، والان هما عياو يعني كيبان لك بانه، ولكن باقيين قادين يخدموا. انا الان عبد العظيم الشناوي مستعد من غدا نعطيه دور يخدم فيه ويعطي فيه من احسن الممثلين، كذلك عبد اللطيف هلال باقي، فلا يعقل انهم يتنساو. مازال بحال مثلا السي احمد الصعري، انت كتشوف الحاله ديالو ما بقاش مسكين يقدر لا يعقل لا والو. الناس باقيين لي فاكولتي كلهم عندهم، فلاش غادي نشدوهم ونحطوهم؟ فهذه الزياره اللي انا يعني حاولت نسقها مع وزاره الثقافه ووزاره الاتصال، والسيد الوزير راجل طيب يعني باغي يخدم، باغي يغير بزاف د الحوايج، وهذا الشيء غادي نقدروا نشوفوه ابتداء من فمني كتشوف واحد الوزير باغي يخدم على الاقل في الحكومه كلها، تيبان لك وزير ولا جوج باغي يخدموا، فتنبينوا لهم حنا راه مستعدين نتعاونوا معاهم، حنا راه الاشاره. فبطبيعة الحال قام بهذه الجولة اللي هي زيارة باش شاف السي العمراني مسكين اللي مريض حتى هو في المستشفى العسكري في مراكش، ومازال غادي وجا شاف الإخوان اللي شفتهم اليوم، ومازال إن شاء الله طلبنا منه باش يمشي يشوف حتى الاخرين اللي مراد بحال اللوز مسيكي اللي تاهو في المستشفى العسكري بجمعة عزيزي اللي هو كان مع الفرقه ديال مشعب البيضاوي، وهاد الناس كلهم غير ديك تطلع عليهم مهمه، وتنطلب من الاخوه الصحفيين حتى هما يديروا هذه المساله، انهم يمشيو ويشوفوهم ويهضروا معاهم، لان الناس راه ما بقاوش كيعرفوهم. وكنطلب حتى من الادارات ديال المهرجانات بحال المهرجان الدولي ديال مراكش الان اللي ما يعرضش على هاد الناس ويجيبهم ويشوفوهم، وشحال من واحد باغي يشوف الجمهور القديم باغي يشوف هاد الناس القدام، اش غيخسروا؟ فاش غادي تجيهم اربعه ولا خمسه ديال لي شومبر وفي لوطيل والسياره اللي تجيبهم ويكبروا بهم بحال الدول الاخرى؟ ما يخسر والو. انا مستعد نتحمل بالمصاريف ديالي هاد الناس الى عرضوا عليهم، انا نتحمل المصاريف ويديهم ويكبروا بهم. يعني هذا انا واجبي كفنان من الجيل اللي جا بعد منهم، وبما انني باقي كنتحرك وباقي تنقدر نجري، فانا تنحاول ندير مجهود باش هاد الناس ما نساوش الخير ديالهم، انهم هما اللي علمونا وهما اللي وراونا اشنو هو الفن يعني، وكانوا يعني الاعمده ديال هذا الميدان. فعادي ان يجي عندهم السيد الوزير، وهو كيمثل جوج الوزارات يعني الاتصال يعني كيجمع ما بين مسرح السينما التلفزيون هذا. فتنتمنى ان المسؤولين ديال التلفزيون والناس ديال السي سي ام حتى هما يفكروا في هذه المساله هذه، ويعرفوا انهم الا خدامين في السي سي ام او الا خدامين في التلفزيون فراجع هذاك الشيء لهاد الناس هذو، راه هما اللي مخدمينهم يعني، راه الصحفي والفنان هما اللي مخدمين دوك الموظفين ديال التلفزيون. فلا يعقل هذوك الناس كيجمعوا في الملايين وكيجمعوا في الفلوس والناس بركه تضيع هكذا، هذا الشيء لا يقبل. وانا غادي نبقى في هذا الصراع ديالي وفي هذه الحرب مع هاد الناس هذو حتى ان شاء الله تقاد الامور، ولا على الاقل نسبيا.